السلام عليكم زول فلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اس كا اخبار تي في، وكذلك القناه الثانيه جي اس كا اخبار، التي نتمنى منكم انتم كجمهور شبيبه القبائل انكم تدعمونا باللايك، جام ابوني في القناه وتبارطاجيو هذا الفيديو حصريا. يعني الاعلان في الصفحه الرسميه، مباراة ودية ستقوم يعني خاصة بشبيبة القبائل بإذن الله يوم غد، ستكون بإذن الله بين شبيبة القبائل ضد شبيبة عزازقة، يعني غدا يوم الاثنين بإذن الله على الساعة 4:30 مساء أو عصرا كما يقال، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. هذا المباراة يعني خصصها بوزيدي مدرب شبيبة القبائل باش يدخل اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة مقرة، راح زعما يدخل هاد اللاعبين في هذه المباراة الودية استعدادا لمباراة بارادو، باش ان شاء الله يبريباري من مباراة بارادو ويشوف اللي يستاهلوا انهم يلعبوا في مباراة بارادو. هذه حاجة مليحة ان شاء الله لشبيبة القبائل، وتجربة مليحة يخوضها شبيبة القبائل، لذلك نتمنى لهم ان شاء الله يا ربي كل التوفيق بإذن الله. فقط لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب، جام لايك، وخليوا لنا الآراء تكون في التعليقات، ما رأيكم في هذه المباراة الودية وتوقعاتكم تاع النتيجة في مباراة شبيبة القبائل ضد نادي بارادو إن شاء الله. كل ذلك